من ضمن محتوى كورس بلومينج في بيت المهندسين هو ازاي تعمل سيليكشن للالكتريكال ووتر هيتر. اول معلومه اما تيجي تعمل ديزاين للالكتريكال ووتر هيتر او سخان الكهرباء بتاعك، اول معلومه لازم تقول لي السخان ده فين، يعني ايه فين، يعني الابلكيشن بتاعه ايه، هيسخن ميه فين، في نادي ولا في ريزيدنشال مبنى سكني عادي ولا في هوتيل الى اخره، اي ابلكيشن. تاني معلومه لازم تقول لي طبقا للابلكيشن تقول لي الديماند فاكتور والستورج فاكتور. من خلال الثلاث معلومات اللي هقدر اطلعهم من الكود هقدر اعرف كمية المية اللي محتاج اخزنها في الالكتريكال ووتر هيتر، يعني الالكتريكال ووتر هيتر هيبقى 20 لتر ولا 50 لتر ولا 100 لتر. شكراً.